بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلاب الصف الخامس الابتدائي، مرحبا بكم مع الدرس الثاني من الوحدة الرابعة، وعنوانه تلاوة سورة الزخرف من الآية 46 إلى الآية 56، تلاوة مجودة مع التأكيد على تطبيق أحكام الإظهار. التمهيد: يتدرب الطلاب على نطق الكلمات الآتية نطقا صحيحا: وملئه وملئه، يا أيها الساحر ادع لنا، يا أيها الساحر ادع لنا، ينكثون ينكثون، أنا خير أنا خير، ألقي ألقي، آسفون آسفون. السماع: يتلو المعلم سورة الزخرف من الآية 46 إلى الآية 56 تلاوة مجودة. العرض: يتلو الطلاب من المصحف سورة الزخرف من الآية 46 إلى الآية 56 تلاوة مجودة مع تطبيق أحكام الإظهار. نذهب سويا إلى المصحف بداية من الآية 46 إلى الآية 56. على بركة الله نبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. نرجع إلى الكتاب. نشاط: استخرج من آيات الدرس النون الساكنة التي حكمها الإظهار وصنف ما تجده حسب الجدول الآتي. طبعا النون الساكنة تأتي إذا أتت النون الساكنة وأتى بعدها حرف من حروف الإظهار
التي تعلمناها في الدرس الماضي، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، أو التنوين وأتى بعده الهمزة أو الهاء أو العين أو الحاء أو الغين أو الخاء، يسمى الحكم هذا إظهار. نرجع إلى آيات الدرس نبحث على أمثلة للإظهار. بداية من الآية 46: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. هل هذه الآية هل يوجد فيها نون ساكنة أو تنوين؟ لا. التي بعدها: فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها. أيوه، منها نون ساكنة وبعدها هاء. طيب منها هذه يا ترى حرف ولا اسم ولا فعل؟ من حرف، إذا نكتبها تحت هنا كده تحت الحرف. قسم لنا الجدول: الاسم نكتب تحته الاسم، الفعل نكتب تحته الفعل، الحرف نكتب تحته الحرف. إذا سنكتبها هنا كده، هنا نكتب الحرف، حرف نكتب منها. طب إيش حرف الإظهار؟ إيش اللي جاي بعد النون الساكنة؟ حرف الهاء. إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية. الله، من آية، من آية، أيوة، نون ساكنة وجاي بعدها الهمزة. طيب النون الساكنة يا ترى جت في اسم ولا فعل ولا حرف؟ في حرف، من آية، نكتبها هناك تحت منها، من آية، من آية. طيب ايش حرف الإظهار هنا؟ الهمزة، مظبوط. طيب إلا هي أكبر من أختها، برضو من أختها، نون ساكنة وبعدها حرف الهمزة، نكتبها تحت من آية. وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم، عنهم، أيوة عنهم، نون ساكنة وبعدها هاء، نون ساكنة وبعدها هاء. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار. أيوة نون ساكنة وجاء بعدها الهاء في اسم الأنهار، اسم، اسم. إذا تحت كلمة الاسم نكتب الأنهار ونقول الحرف الهاء. من تجري من تحتها، من تحت، وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا، من هذا، برضو عندنا من وجاي بعدها حرف الهاء إظهار، من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو ذهب أو ذهب. هل هو اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم، ذهب، أو نكتب تحت الاسم هناك ذهب أو. طيب عندنا تنوين بعده همزة، تنوين بعده همزة. أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم، 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 أيضا نون ساكنة بعدها هاء. فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. بارك الله فيكم ونفع بكم وجزاكم الله خيرا.